وجه رئيس مجلس الوزراء بالتوسع في إقامة المزيد من المناطق الحرة العامة داخل المدن الجديدة، بحيث تتولى وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ترفيق وتجهيز مناطق حرة عامة في المدن الجديدة، على أن تتولى هيئة الاستثمار أعمال التشغيل وجذب المصنعين لهذه المناطق. كذلك الاتفاق على أن يتم تقاسم العوائد مع هيئة المجتمعات العمرانية بنظام الشراكة، ذلك وفق نسب محددة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مدبولي مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الذي أشار إلى أن السوق المصرية ما زالت تشهد رغبة من عدد من المستثمرين لضخ مزيد من استثماراتهم خلال الفترة القادمة، مشيرا في هذا الصدد إلى ما أبدته عدة شركات تركية لإقامة المزيد من توسعاتها في مصر، كما نوه إلى العمل حاليا على الإعداد التعديل التشريعي الخاص بقانون الشركات الذي لم يطرأ عليه أي تعديل منذ سنوات.